أعلنت القوات والمسلحة المصرية عن سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح الجمعة بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابة بشبه جزيرة سيناء، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ. المصدر ذاته أضاف أن الحادثة أسفر عن إصابات طفيفة لستة أشخاص غادروا مستشفى طابة المركزي بسيناء بعد تلقي الإسعافات اللازمة.